مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. الملف اللبناني بين ماكرون وبن سلمان وجلسة الخميس مجددا بلا رئيس. حركة رئاسية محلية بلا بركة، عنوانها لقاء 40 نائبا مستقلا وتغييريا الثلاثاء. رعد نتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة من نريد. بعد الطرح العملي الذي قدمه باسيل، هل تسير اللجان غدا بالكابيتال كنترول؟ الرئيس عون في البترون وصور الجولة تجتاح مواقع التواصل. الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على مواقع التواصل تويتر فيسبوك وإنستغرام. حتى الآن كل الحركة الرئاسية المحلية بلا بركة، وطبعا لا رئيس في جلسة الخميس. فمبادرة الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى طاولة حوار وطني بعد الدخول في الفراغ الرئاسي ولدت ميتة. أما اللقاءات الحوارية التشاورية الثنائية والثلاثية فممكنة لملء الوقت الضائع، لكن توصلها إلى توافق حول اسم الرئيس المقبل أشبه بالمستحيل. وإذا كانت اللقاءات الفولكلورية التي جمعت أو ستجمع الثلاثاء المقبل أو في غيره من الأيام نوابا مستقلين أو آخرين ينسبون إلى أنفسهم صفة التغيير، فموضوع النصاب الذي عاد البعض إلى طرحه في الجلسة الرئاسية الأخيرة لا يعدو كونه تسلية سياسية أو صبيانيات أو على حد تعبير أحد الظرفاء لعب ولاد، في إشارة إلى المراهقة السياسية التي تتحكم بأداء من يتقدمون اليوم بطرح من هذا النوع. يشكل نقيضا ليس فقط للدستور والميثاق، بل لكل تاريخ الاستحقاقات الرئاسية منذ ولادة الدستور اللبناني ونشأة الجمهورية اللبنانية رسميا في 23 أيار 1926. وبناء على انسداد الأفق المحلي أمام كل شيء إلا التصريحات العنترية وقلة التهذيب السياسية والإعلامية المعتادة عبر بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل، لا يبقى أمام الفرج إلا بابا واحدا هو المساعي الخارجية الناشطة في الكواليس، وجديدها اليوم إعلان الإليزي عن اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقد أكد الخبر الرسمي الصادر عن الرئاسة الفرنسية أن المناقشة ركزت على لبنان، حيث شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لنهوض هذا البلد. كما تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي على مواصلة التعاون وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان. وفي انتظار الدخان الأبيض من مكان ما في هذا العالم، دخان رمادي حتى الآن من مدخنة الإصلاح في مجلس النواب. فقانون الكابيتال كنترول الذي يحضر مجددا غدا على طاولة اللجان المشتركة من تأجيل إلى تأجيل، غير أن الجديد في جلسة الغد هو أن الكتل مدعوة إلى اتخاذ موقف من الطرح العملي الذي تقدم به رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الأسبوع الفائت لناحية الفصل بين موضوعي نقل الأموال إلى الخارج من جهة وتنظيم السحوبات الداخلية من جهة أخرى. فهل ستقابل هذه الفكرة بإيجابية هذه المرة ليسلك القانون طريقه إلى الإقرار ولو بتأخير أكثر من 3 سنوات عن الانهيار؟ أم سيدخلها البعض في المزايدات المعتادة التي لن تفضي إلا إلى تأجيل جديد؟ يبقى جديد أخير هو شبه الاتفاق بين رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال على تمرير قانون سلفة الكهرباء الذي يفترض أن يتزامن مع رفع التعرفة، وذلك من خلال اقتراح قانون. فهل سيلقى هذا المسار صعوبات غير منظورة اليوم تماما كالمطبات التي وضعت أمامه خلال ولاية الرئيس العماد ميشيل عون؟ السؤال برسم الرأي العام. البداية من جولة الرئيس عون والنائب باسيل في شوارع البترون. نعم.
بنثر الأرز والورود استقبل أهالي البترون الرئيس العماد ميشيل عون بجولة له بالمدينة، يرافقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك. الرئيس عون جال بالأحياء القديمة للبترون وتفقد المشاريع الإنمائية وزار كنيسة سيدة البحر، وترافقت الزيارة مع عبارات البترون وفية والجنرال من الشعب وإلى الشعب يعود والله يحميكم بإشارة له وإلى رئيس التيار. كما تهافت الناس لالتقاط الصور معه والترحيب فيه وبرئيس التيار. وأثناء تناول الغداء غنى الجنرال والموجودين الأغنية الأحب على قلبه بمجدك احتميت. بمجدك احتميت رئاسيا. حضر الملف اللبناني في اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما لتلبية الاحتياجات الإنسانية للبنان بحسب بيان صادر عن الإليزي. وقد أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن المحادثة تركزت خصوصا على لبنان، حيث شدد ماكرون على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد. وفي سياق آخر، تحدث الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي عن التهديدات التي يتعرض لها استقرار المنطقة، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين. وأشار ماكرون إلى أن السعودية يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لضمان أمنها. إلى ذلك، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في مواجهة الاستحقاق الرئاسي نعرف من نريد ونتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة من نريد، معتبرا أن الشغور الرئاسي يصنعه عدم التفاهم على الرئيس اللائق بشعبنا المقاوم، وعندما يحصل هذا التفاهم يكون هناك رئيس للجمهورية، ونحن مستعجلون على ذلك أكثر من كل الآخرين، والمسألة ليست بارتفاع الصوت وإنما بجديات الفعل. أما حكوميا فقال حاولنا كل الجهود حتى كدنا نبذل ماء وجهنا من أجل أن تتشكل حكومة تدير شؤون البلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس، ولكن لم تفلح كل الجهود التي بذلناها لأن هناك متعنتون يريدون أن تبقى البلاد في شغور. وأشار إلى أن البعض في لبنان يتعنتون اليوم بنفس التعنت الذي واجهناه لتعطيل تشكيل الحكومة، لأنهم يريدون رئيسا يأتي به الآخرون من خارج البلاد ليصبح رئيسا للبلاد، وهذا لن يكون بكل بساطة مهما طال الزمن. بدوره أكد البطريرك الماروني الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي أن الدستور واضح بنصه وروحه في شأن موعد الانتخاب ونصاب انعقاد الجلسات ودوراتها الأولى والتالية ونصاب الانتخاب. وفي عظاته خلال القداس الإلهي لمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على تأسيس الرابطة المارونية، أشار الراعي إلى أن الرئيس التوافقي بمفهومنا هو صاحب موقف صلب من القضايا الأساسية. كما كانت كلمة لرئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم دعا خلالها إلى وحدة الصف الماروني. تتكلمون عن رئيس توافقي، الفكرة مرحب بها في المبدأ، شرط أن لا تكون حقا يراد به باطل، وشرط أن يتم اختيار رئيس حر يلتزم بقسمه والدستور ويكون قادرا على وقف النزاعات وإجراء المصالحات وشد أواصر الوحدة الداخلية. الرئيس التوافقي بمفهومنا هو صاحب موقف صلب من القضايا الأساسية وصاحب خيارات سيادية لا يساوم عليها أمام الأقوياء والمستقويين ولا أمام الضعفاء والمستضعفين، لا في الداخل ولا في الخارج. الرئيس التوافقي هو الذي يحترم الدستور ويطبقه ويدافع عنه ويظل فوق الانتماءات الفئوية والحزبية
وهي تلتف حوله وتؤيده ويكون مرجعيتها وتطمئن إلى رعايته. نحن لا نجد حلا إلا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني المستقل والكيان والنظام الديمقراطي وسيطرة الدولة وحدها على أراضيها، استنادا إلى دستورها أولا ثم إلى مجموع القرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان. فإن أي تأخير في اعتماد هذا الحل الدستوري والدولي من شأنه أن يورط لبنان في أخطار غير سلمية ولا أحد يستطيع احتواءها في هذه الظروف. إن الأمم المتحدة معنية مع كل دولة تعتبر نفسها صديقة لبنان أن تتحرك لعقد هذا المؤتمر. أوجه كلامي إلى القيادات المسيحية عموماً والمارونية على وجه أخص، حذار مواصلة نهج التحدي بينكم، أوقفوا السجالات العالية النبرة، لأن أول الحرب كلام، ونحن لا نريد سوى الحوار والالتقاء على الثوابت الجامعة، وأن تكون بكركي مرجعيتكم، إليها تحتكمون وأن تكون بكركي مرجعيتكم وإليها تحتكمون في المنعطفات المصيرية من دون أن يلغي هذا الأمر حقكم المطلق في التنافس السياسي بعيداً من العداء والشحناء وإطلاق العنان للغرائز، وذلك على حفاظاً على من وما تبقى. الدم المسيحي خط أحمر، الدم المسيحي خط أحمر، أما كفانا كراهية وحقدا؟ أوقفوا الحملات الإعلامية لأنها اغتيال معنوي أشد إيلاما من الاغتيال الجسدي. الكابيتال كنترول مجددا غدا على طاولة اللجان، فهل تلاقي الكتل الطرح العملي الأخير لباسيل؟ تقرير سينتيا يمين. بعد تأجيل مناقشة قانون الكابيتال كنترول في الجلسة الماضية للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب بسبب تغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامي عن الحضور شخصيا، مكتفيا بإرسال نائب الحاكم ممثلا عنه، حيث طلب منه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المغادرة. ما هي أبرز مواقف الكتل النيابية عشية جلسة الغد؟ مصادر تكتل الجمهورية القوية أكدت للأو تي في أن القوات تؤيد إقرار الكابيتال كنترول على أن يكون من ضمن خطة التعافي المتكاملة. كتلة اللقاء الديمقراطي لفتت من ناحيتها إلى أنها مع إقرار الكابيتال كنترول، لكن دون إثقاله بشروط تعيق إقراره. بالنسبة إلى موقف كتلة الوفاء للمقاومة، فتؤكد المصادر بأن الكتلة تؤيد مناقشة وإقرار القانون بصيغة جديدة مع وجوب إدخال بعض التعديلات الأساسية. وفي وقت كررت كتلة التنمية والتحرير التأييد بالمبدأ تاركة مناقشة التفاصيل للجلسة، حسمت مصادر الكتائب مقاطعة أي اجتماع للهيئة العامة لمجلس النواب على اعتبار أن المجلس كهيئة عامة لا يجتمع إلا لانتخاب رئيس للجمهورية، أما اجتماعات اللجان فالمشاركة فيها متاحة ومنها جلسة الغد. ولفتت المصادر إلى أن حزب الكتائب يؤيد فكرة الكابيتال كنترول بالمبدأ، إنما يعتبر بأن الصيغة الحالية تتضمن العديد من التشوهات. يبقى موقف النواب التغييريين غير النهائي وفق المصادر، حيث أن اجتماعا سيعقد لبحث هذا الموضوع، إلا أنه بالمبدأ يعتبر بأن هذا القانون هو تغطية للجرائم المرتكبة بحق المودعين ويعفي المصارف من أي ملاحقة قانونية، ويطالب هؤلاء بسلة متكاملة تتضمن كل الإصلاحات المطلوبة ومنها إعادة هيكلة المصارف والتدقيق المالي ورفع السرية المصرفية.
لكن في مقابل كل ما تقدم، ذكرت مصادر تكتل لبنان القوي بأنه أول من طالب بإقرار الكابيتال كنترول منذ اليوم الأول للأزمة، وتقدم باقتراح قانون بهذا الخصوص، وهو يطالب بالحد الأدنى بإقرار القانون بصيغته الأساسية التي تقوم على ضبط التحويلات للخارج بدون أي زيادات عليه التي تعرقل إقرار القانون، كموضوع السحوبات في الداخل، لأنه حتى يومنا هذا لا تزال بعض المصارف تقوم بتحويل الأموال للخارج، وهذا ما يشكل استنسابية بين المواطنين وأصحاب النفوذ، وهو الموقف الذي شدد عليه النائب جبران باسيل في الجلسة الأخيرة. فهل تخطو الكتل الأخرى الخطوة المطلوبة غدا نحو طرح رئيس التيار ليقر القانون، أم تدفع بالأمور نحو مزيد من المراوحة والفوضى في موضوع إخراج الأموال؟ اتفاق بين بر وميقاتي على سلفة الكهرباء، فهل من يعترض على تمريرها بقانون؟ تقرير غريس مخايل. بعد الاتفاق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تتجه الأنظار نحو الحل الذي توصل الرجلان إليه على الرغم من تكتم شديد حول مضمونه في موضوع سلفة الكهرباء. ولكن وبما أن انعقاد مجلس وزراء سيكون مصحوبا بجدليات دستورية كبيرة جدا وبحسب بعض المعطيات، فأن الاتجاه هو لأن يقدم نواب من كتلة التنمية والتحرير اقتراح قانون لتأمين سلفة للكهرباء يغطيها مصرف لبنان على مدى 3 أشهر، تكون مصحوبة بزيادة التعريف وزيادة جباية حتى تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من إعادة الأموال للمصرف المركزي. وفي هذا الإطار وبعدما أكدت أن الموضوع سيناقش في الجلسة المقبلة لتكتل لبنان القوي، سألت المصادر عبر الأو تي في: حين كنا نناقش الموضوع قبل عام من الانتخابات النيابية أي في أيار 2021، جرمت السلفة حينها من قبل عدد من الكتل، وحتى أن القوات طعنت بها بحجة أن أموالها تصرف من أموال المدعين حتى انقطعت الكهرباء على هذا النحو. اليوم وبعدما أصبحت الانتخابات وراءنا وانتهت ولاية الرئيس عون، باتت السلفة مسموحة. سؤال برسم الرأي العام، قالت مصادر تكتل التي أكدت أنها تريد أن تأكل عنب لا أن تقتل النطور، مع أن الحديث عن 10 ساعات كهرباء يوميا واعتبار إمكان تأمين سلفة خزينة أمرا جائزا أمر مثير للريبة في السياسة. مصادر القوات سألت من ناحيتها عبر الأو تي في: لماذا لم يتم إدراج هذا الموضوع في الموازنة؟ هل لتخفيف عجزها بطريقة أو بأخرى ومن ثم طلب سلفة خزينة؟ أما إذا كان الأمر على نحو أن مؤسسة كهرباء لبنان ستعيد السلفة بعد تحسين الجباية فسندرس الموضوع، لكننا كنا نفضل لأن يكون الأمر مدرجا في الموازنة. وسألت المصادر أيضا من أين سيأتي المركزي بالدولارات لتسديد المتوجب، وبالتالي نحن لسنا مع أو ضد، إنما المسألة تتطلب دراسة. النائب ياسين ياسين من كتلة النواب التغييريين أكد أن الكتلة لم تبحث بعد هذا الأمر، لكن موقفه الشخصي أنه من الضروري دراسة التفاصيل وشكل ومضمون اقتراح القانون، وسيكون لنا دور بإدخال التعديلات في حال احتاج الأمر وسنبني على شيء مقتضاه. أما النائب مارك دوف قال للأو تي في: لن نشرع قبل انتخاب رئيس. وفيما يبدو موقف حزب الله واضحا لناحية دعم اقتراح القانون، كذلك ألمحت مصادر لقاء ديمقراطي للأو تي في إلى إيجابية مع عدم حسم الأمر بشكل نهائي. فصل إعلاني قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. الحدث الرياضي السنوي بيروت ماراثون أو أم تي الذي حمل شعار أنا بيروت هذه السنة، تقرير جويل حبيب. نظمت جمعية بيروت للسنة 18 على التوالي سباق أم تي بيروت ماراثون انطلاقا ووصولا من واجهة بيروت البحرية تحت شعار أنا بيروت، بحضور ضيفة السباق العداء الأولمبية المغربية نوال المتوكل وعدد كبير من العدائين المحترفين الأجانب والعرب وعدائين وعداءات من لبنان. طبعا الحدث الماراثوني هذا العام اقترب أكثر وأكثر من التزامه المواصفات الاحترافية بعد توقف لمدة سنتين عام 2019 و2020. اليوم إذا بدي أحكي بلغة الأرقام، هذا السباق يشارك فيه 12,000 مشارك ومشاركة من 60 دولة حول العالم، وقد حرصنا أن يكون هناك مشاركة من الخارج أجانب وعرب، بلغ عددهم 400 عداء وعداء، غالبيتهم من المحترفين الذين يشاركون عادة بالماراثونات العالمية. كانت تجربة فريدة من نوعها، فرحت لها كثير كثير كثير،
هذه أول تجربة لي بالنسبة لسباق ماراثون بيروت الدولي، وجيت باش نتضامن مع الشعب اللبناني ومع ميل خليل صديقة بالنسبة لي عزيزة، وفرحانة جدا لأن عندي معايا هدية غالية على قلب نوال المتوكل. بي او ام تي اخذين قرار من زمان يكون ملتزمين اجتماعيا، وعملنا كثير مبادرات. اليوم بإطار هالمسؤولية الاجتماعية حبينا كمان يكون وراء هالإيفنت، لأنه بنظرنا هذا إيفنت بيعيش وبيرجع بيرجع إذا بدك بيروت أول شيء على خارطة الماراثونات بالعالم، وتاني شيء نرجع نشوف هالعالم مبسوطين وعم بيضحكوا. خلى الماراثون بيروت الدولي هالسنة 4 سباقات، 42 كيلومتر ل 21 كيلومتر أي نص ماراثون، وأيضا نص ماراثون للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والسباق 10 كيلومتر. الحمد لله الله وفقني، حققت المركز الأول. أكيد أنا صار لي من 2010 بشارك ببيروت ماراثون، وسنة عن سنة عم بحاول طور حالي قد ما بقدر. الحمد لله قدرت أعمل مركز أول بالعشرة كيلو، رغم كان كتير منافسة وكتير كان في أردنية كان في عراقية، منافسة عراقية كانت كتير قوية. الحمد لله رغم الظروف اللي عم نعيشها ورغم المعاناة اللي عم نعيشها وقلة الإمكانيات قدرت عملت ونافست. الحمد لله أحرزت المرتبة الثانية لفعاليات العشرة كيلومتر في هذا الماراثون، ماراثون بيروت الدولي. طبعا أني هذه سادس مشاركة على التوالي، وأنا عداء دولي الحمد لله أنه متمكن في هذه المسافات الطويلة. استطعنا أن نحصل على المركز الثالث في ماراثون بيروت الدولي لمسابقة العشرة كيلو الحمد لله، وإن شاء الله كل سنة نشارك إن شاء الله. وكان لك العداء انطباعاته الإيجابية الخاصة عن الماراثون. شاركت بماراثون 21 كيلومتر هاف ماراثون، والحمد لله جبت أول توب 30، وكتير مبسوط عم بركض للبنان وربحنا الميدالية الحلوة. يس جو اهيد جوي. بيت ماراثون عن جد اميزنج، كثير حلو. وكان لافت الحضور الكثيف للقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني وعدد من الجمعيات لتنظيم وحماية ودعم هالحدث الرياضي الدولي. عادة بيركضوا 50,000 واحد، السنة 12,500 واحد، مشان هيك يعني وجودنا أقل من العادة. عندنا 12 سيارة إسعاف على الوصول، طبعا على المسار كله سيارات الإسعاف موجودة، وعلى الانطلاق عندنا 4 سيارات احتياطي، عندنا 6 سيارات لوجستية، وعندنا ديسباتش سنتر. نحن موجودين لأن في ناس بيغمى قلبهم، في ناس عندهم العيان، في ناس بيوقعوا، واكثر شيء على الانطلاق طبعا ما في شيء، بس لما بيوصلوا العدائين الكبار اوقات نحتاج نهتم فيهم. هلا بيروت اللي عم بيصير فيها هلا هذا اللي بتستحقه. بيروت بتستحق العرس، بتستحق الفرح، بتستحق الحياه، ما بتستحق الموت والدمار مثل ما مرقت فيها السنتين ثلاثه. بيروت ماراثون بتصور صار حدث ثقافي للوطن للعربي والدولة، حتى اليوم عم نشوف منظمات دولية، اليون موجود بكل اعتاده، عم يدعم لبنان، عم يدعم الرياضة والثقافة. نحن جمعية لبنانيز سوشيال ريسبونسابيلتي، وهلا حاليا نحن عم نعمل ستيشن ساج، وهالمصاري رح نكون عم نجمعها رح تكون عم بتساعد عيال محتاجة. وبيروت ماراثون قدمت لنا هالسبيس تنقدر نحن نساعد العيال المحتاجة. وأحيا الماراثون الفنان بشار الجواد وفرق الزفة وفرق الرقص المختلفة اللي أضافت حماس كبير على أجواء ماراثون بيروت. نحن مثل كل سنة ببيروت ماراثون نطلع كزومبا تيم، كلنا انستراكتورز، بنقدم شو، وأنا باللجنة أكيد مع مي خليل، سو بنجرب نحط بسمة حلوة للناس وموتيفيشن لحتى نحمسهم لحتى يوصلوا للتارجت تبعهم اللي كان 10K أو 20 أو 40. الأحد 20 تشرين الثاني هو موعد افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، والمباراة الأولى ستجمع قطر الدولة المضيفة والإكوادور، فكم من المال سيجني اللاعبون في كأس العالم؟
أسبوع بيفصلنا عن المباراة الأولى لكأس العالم 2022 بقطر، وبيتساءل الكثير من المشجعين عما سيكسبه اللاعبون مقابل مشاركتهم وما مقدار الأموال يلي رح يوزعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ أعلن الفيفا أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تسمح للاعبين بالمشاركة بالبطولة. وفيما يلي أبرز الأرقام، فالفائز بكأس العالم رح يحصل على مبلغ 42 مليون دولار، أما الوصيف ف 30 مليون دولار، والفريق صاحب المركز الثالث 27 مليون دولار، الفريق الرابع 25 مليون دولار، والفرق من المرتبة الخامسة حتى الثامنة 17 مليون دولار لكل فريق، ما يعادل 68 مليون دولار مجموع. والفرق من التاسع إلى السادس عشر بالترتيب رح يحصل كل فريق منها على 13 مليون دولار، أي ما مجموعه 104 مليون دولار. أما الفرق من المركز 17 إلى المركز 32 فسيحصل كل فريق منها على 9 ملايين دولار، أي مجموع 144 مليون دولار. إلى ذلك أعلنت معظم المنتخبات المشاركة القوائم النهائية للاعبينا، وكان منتخب اليابان أول من أعلن القائمة النهائية، ثم تبعه منتخبات أخرى. وحدد الفيفا يوم 14 تشرين الثاني آخر موعد لتسليم القوائم النهائية، ولن يكون بوسع المدربين بعد هذا اليوم استبدال أي لاعب مدرج بالقائمة إلا في حال حدوث إصابة خطيرة أو مرض، ويكون ذلك قبل المباراة الأولى للمنتخب بالمنافسة ب 24 ساعة كاملة. والآن إلى حال الطقس. بو فاينانس، تحويل شغلتنا. مساء الخير. طقس مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، رح يتأثر تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثاء بكتل الرطبة بتتوجه من البحر، بتشكل حالة عدم استقرار الثلاثاء المساء مع أمطار متفرقة بتشتد غزارتها الأربعاء وبتكون مترافقة مع عواصف رعدية. إذا جونا لبكرة غائم جزئيا إلى قليل الغيوم، ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من الشمال، وعكار عم بتسجل 22 درجة، الساحل اللبناني من طرابلس لصور 24 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 19، اللقلوق 11، الزحلة 18، وجزين 19 درجة. نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل لل 65%، الريح سطحية شمالية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 20 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للتنين والثلاثة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا معتدل، بيتقلب اعتبارا من ثلاثة المساء فمنشهد تساقط للأمطار المتفرقة، ودرجات الحرارة ساحلا بتسجل 24 درجة لنهار التنين وبتنخفض لل 21 درجة لنهار الثلاثة. للأربعاء والخميس جونا غائم بالإجمال، ماطر مع عواصف رعدية واحتمال تساقط للثلوج على المرتفعات اعتبارا من 2700 متر، ودرجات الحرارة بتنخفض لل 20 درجة لنهار الأربعاء وبترتفع بشكل بسيط ل 22 درجة لنهار الخميس. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، بدي أتمنى لكم ليلة أحد هادية، تصبحوا على خير. نشاطنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.